وكنحس بشي واحد جبعها معايا مشيت صفيقه جابها من السقف باط راه بكثرت ما خدمت عقلي في زكت الحق كنحس براسي طوط من هنايا عاف قدرت بحال هكا فقت عوج ديال الحنها تسولونيش عشان جالس هنايا هاد الكادر المحشر دابا غا سايلو الزوبا هادي شهر وانا جالس في نفس البيت صورت لكم كاع لي زونغ اللي زعما اللي نقدر نصور فيهم بصح صافي غير الله فرضكم اصعب حاجه كتجيني في الحياه هي نبدا فيديو هي ندير الانترو ما كنعرف منين نبدا كل اللي زبدا منين نبدا حاليا في الفيديو اللي درت داك النهار درت دي رياكسيون على لي فيديو القدام تاعي ولكن ما قلت لكمش بالضبط كي درت لقيت دوك لي فيديو صح انا راه تسيدي جيت داخل الشومبر تاعي مع شي جوج تاع الليل وكنت قاري قلت لي مع 9 تاع الصباح قاري ماشي انا اللي قاري هما اللي قاريين دخلت تعشيت وانا كنتعشى وهو يضربني حمار الليل واه ضربني حمار الليل وانا فايق صدق او لا تصدق حذر وفزر وقذر اليوم قررت انه الفيديو ديالي ما غاديش غادي نحاول ندير فكر قبل ما نهضر علاش كتكذب ما غاديش نبقى غير نطلق كان ممكن نطلق كان غير كنضغ كاع غير كن دك دك انا وحمار الليل كيجيني جوج خطرات في الشهر حتى ثلاثه د الخطرات يعني كنتفاهم يعني كيقول لي الشا كنقول له الرا واخا هو اللي حمار المهم اسيدي قلت لكم وقف عليا حمار الليل وقال لي اليوم ما غاديش تنعس انا شفت فيه بحال هكا ما شفتش فيه ما شفتوش داك النهار ما شفتوش هو ديجا شايفو بصح داك النهار ما شفتش قلت له اسيدي كلامك هو الكبير السير حمار زعما قلتيها صافي ما غاديش نخسرك صافي يا هذيك بقيت الليل كامل ما كندير والو ايماجينيو ما تفرجتش ما هضرت مع حتى شي واحد ما درت حتى شي حاجه في حياتي ضربات ديك الخمسه ديال الليل الخمسه ديال الصباح وانا تجيني واحد الفكره قلت اسيدي انا درك ما راهش كنهضر ارا غادي نمشي للفيسبوك وبقيت كندور ندور ندور تضحت على ديك الفيديو المهم هذه غير كانت انترو خفيفه ظريفه هادشي قلت لكم واش بقا نهضر هذه غير انترو خاويه داكشي علاش قررت في هذا الفيديو غادي نهضر على حمار الليل سي حمار الليل رحمكم الوالدين وغادي تكون هذه هي ليبيزود الزوجه تاع مغامره ايوب ستوري تايم اول مره غادي نشوف انا حمار الليل كانت باش كنت صغير كنت عندي شي 10 سنين ولا 6 ولا 7 ولا 12 علاش كتكذب حنا راه كنت ناعس هي بحال هكا وانا نحل العين هو يبان لي طويل وكحل والصراحة شفته في الظلام ما كانش عنده لون يعني ما كانش كحل هو اصلا كان في الظلام شفتو دو فاس شفتو جم ياك وبقيت نقول الشهاده واش راه صار واحد القطو يشعل الضو ماشي الضو اللي يشعل هو شعل شعل ولا كامل ولا كيشعشع وانا بقيت نشوفه غير هو يعس قال هادشي طيب مين قال هذيك هادشي دارت مراصة بقات تسمع تشا 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 بقات كتسمع لي في الودن في الطبلة ديال الودن ديالي وبقيت كنستناه يقول الحمد لله باش نقول لك رحمك الله فهمتو وما قالهاش قلت هاد خونا هذا ماشي مسلم غادي نمشي نقول له رحمك الله غادي يجي غادي يتحي عليا صافي وبقيت ساكت صافي من تما هذاك هو اللي كان لو فيرست كونتاكت ديالنا انا وياه وما ما كيحتاجش انه يوقف في عليا باش غادي يقول لي واش غادي ندير كنحتارم السي الحمار حاشاكم والحمار ما عرفش كنقولوا عليه حاشاك حتى هو بنادم حتى هو كائن بشري حي عرفتوا لحقاش كنقول لكم غير الحقيقه كتنشف لي الجحلوقه الجمجمه سميتها شدتني السخفه كنا ناكل هاد الكوكيز هذا وحشيت قسمتها على زوج وحشيت الطرف هنايا في البلعومه والمشكله الطرف كبير والبلعومه صغيره ما بغاش يدخل ما بغاش يخرج تعيت من في الزكايت ما كنشرب في الماء والو الحرقومة واحد النهار كنت ناعس في البيت ياك في الليل وكان قدامي خويا كنا كنعسو انا وياه في نفس البيت وجا عندي حمار الليل قال لي غادي تنوض وغادي تغني واش عقلتي على داك الدار في المدينه القديمه ديال النعمان الحلو ياك وما غاديش ترجع تنعس حتى تكملها كامله انا هاد الاغنيه هادي سمعتها يمكن مره واحده في حياتي في السهره ديال دوزيام ديال مسار ديك البرنامج اللي كيجيو له كيموتو ياك ومن تما معاود سمعتها وديك الوقيته ما كانش عندي باش غادي ندير يوتيوب باش غادي نسمعها باش غادي نحفظها باش غادي نوض نغنيها نط سيدي حتى انا بلا عكز عليا نط وخويا كانت فيه البليه ديال شمن بليه جبت لك صداع
نضحكوا صافي ما كاين دابا ولا كان هو كيبقى فايق بزاف ياك ديك الوقيته هو ما كاش كينعس كاش كينعس بكري حتى شي 4 5 6 واه ما شي مره حتى 7 ولا 8 وهو داك الافلام ديالي الدراميه كامله كان كيحضر لهم بحكم انه كان كيكون معايا في البيت التاسي ديالك بقيت كنقول السحمه اللي راهاش من واش عقلتي على داك الدار شون شون دو ديسك راه ما يمكنش واش من نعمل الحلو واش نعمل الحلو دابا انا كندخل عنده في شي قال لي والو دور كاطو كلامك هو الكبير متسي دي تاني بلا عكس عليا الكولوار او انا غادي مع داك الكولوار جاي واجي عقلتي على داك الدار في المدينة قديمة المهم انا غادي جاي في داك الكولوار خويا ما فهم والو المشكلة انا حافظ غير الغفخة حافظ غير هادي والاغنية فيها 6 دقائق ممكن ترجعوا لها في اليوتيوب فيها 6 دقائق هو السي الحمار قال لي بانه ما غاديش نقدر نرجع على البلاصي حتى نكملها كاملة عرفتو انا راه بكثرت ما خدمت عقلي في زكتر حقا نحس براسي طوط من هنايا كنحس براسي تبشقل كنقول لها انا كي غادي ندير خدمت عقلي كثر ما خدمت حياتي كامله اللهم 60 ساعه تاع النهار ولا ديك الحاله هذه خويا كيشوفني بديك الحاله الهستيريه تاعي ما كانش كيزعم يجي عندي لحقاش كنكون داير بحال شي طور الحمر وباغي نطح غادي بحالك او شي عقل تجي على هذاك الدار ديالنا القديم مع كنوصل للقند ديال الكولوار كنعرف بلي راه خصني نبدل الغفخه وخصني نبدل الكلمه تاعهم وكنبدي واحد النهار جيت داير مع الدوره تلاقيت شامه هزها الحمامه كنرجع عاود للقند وكنعاود نرجع مع الكولوار واش عقلتي على هذاك الدار المدينه القديمه شي 20 ساعه شي 20 ساعه شي 20 دقيقه وانا في ديك الحاله ولكن ديك 20 دقيقه راه فاتت عليا بحال ربع سوايع تاع السيونس تاع نهار الجمعه كتكون ضارب اللبن المهم من كملت درت بحال ها ورجعت لبلاصتي كنت بحال لا دوزت عامين ديال الاعمال الشاق ورجعت نعس بحال ما كاين حتى شي حاجه صافي كملت المهمه ديالي المشكله 20 دقيقه وانا كنت 20 دقيقه وانا كنخدم في عقلي وليت كاتب ملحن مغني تخيلوا هادشي كنت كنغني في وسط الليل هذا الحمار اللي غير ما بغاش يدير معايا بخير وما يكون عطاني الدبلوم بعدا تاعي تاع مغني والدبلوم تاع ملحن والدبلوم تاع خويا بقى كيشوف فيا غير من الساعين كيشوفني واش نعست ولا عاد غادي نوض ندير شي ديسك اخر ديما الزوم ديما زايا معايا واحد النهار تا سيدي عاود كنا تغدينا وانا ماشي من داك النوع اللي كينعس مول الغدر لا الصراحه هادشي كنت غادي نقولها من قبل الكونفينمون مول الكونفينمون وليت كنعس 16 ساعه في النهار ما عنديش مشكل تغديت اسيدي ونعس نعست على اساس انه فهمتي ما رانيش بوحدي في الدار كاين الدار كاين الدار معايا المهم انا نعست في البيت نعس داير بحال هكا وبعدا كنكون بوكوس وانا نعس ياك المهم قلت لكم انا نعس وكنحس بشي حاجه جبعها معايا بشي صفيقه جابها من السقف باط والله الا فقت مع فقت درت بحال هكا فقت عوج ديال الحنه ديري بحال لا خارج من عند الدونتيست مين كيقلع لك الضرسه كتكون بالشتر تاعك كتكون باقي صحاك ديري بحال هكا فقت شاخد باغي ننتقم باغي ننتقم من هذاك اللي ضربها اللي صفقني ياك اصلا كاره الحياه غير من ليكسبريسيون تاع وجهي كاره الحياه وقلت بانه الانتقام عرفتي راه غادي نتلاقاه داك اليد بحال هكا يا هليكوبتر يا هليكوبتر قلت غادي نتلاقاه غنصمكم ديت اسيدي كنقلب في البرومي بيت 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 زنقا زنقا بيت بيت زنقا زنقا والو ما كاين حتى واحد قلت يمكن راهم في الريد شوسي هو حتى سيدي عاود الريد شوسي جالس كندور عليه ما كاين حتى واحد انا تما طلعت معايا الزيت والتبوريشه والقشعريره وداكشي قلت يمكن راه مخبي لي في السطح صافي هذيك هي طلعت على السطح كندور ما كنلقى حتى واحد ما عرفت بلي راه معايا الغاشي اللي ما كنشوفهش بيني بين راسي بقيت كنقول واش 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 شي بقيت كنقول هما في القواد ما عندهمش فين يلعبوا ما عندهمش المساحه الخضراء راه صفطوا لي شي جنين بان لهم البلاط فيا قلت الا مشيت تهربت راه غادي نصدق جايبها في راسي داكشي علاش مشيت كنحضهم بالصعيد فهمتي زعما انا اراك كنبدل غير بشويه زعما ما وقع والو ما صار حتى شي حاجه كندير بحال هكا كنبدل كنشوف بالصعيد زعما تخيل درك غادي نمشي ندير شي حركه ما غاديش تعجبهم غادي يجي غير يسمك لي هاد الجهه هادي وجهي غادي يتكمش غيولي بحال الكلوه مصيبه هي شي يسميوها هذيك اللي ما كان ناكلوهاش نهار العيد كنت تكمش هي ومصار مع لبست مع ادروات اغوش تو دروا كيبان لك كنحسب المسافه اللي باقي بيني وبين الباب
كان هول مع ذوك الدروج كان حل الباب كان علق ما رجعتش حتى شي مور العشاء لحقت عارف بلي مور العشاء او موان شي وحده غادي يكون في الدار صافي من جا خويا للدار مشيت عندو فهمتي ما بغيتش نسولها قدامهم خصني نسولها غير بيني بينها قلتلو فين كنتي في العشيه قال لي اش كتسول قال لي ما كنتش هنايا صافي يستر ما استر الله يمشيو يسمعوني يجيو يتحيو عليا في الليل اخر قصه غادي نعاود لكم هذه صرات لي غير هذه واحد المهم كنت كنقرا في السيزيام هذه كانت ثاني مره غادي نشوف فيها حمار الليل بصح ما كانش انسان ما كانش صيف انسان كان صيف التنين ولكن التنين كان عنده في بلاصه الجناح كان عنده الخرشف خرشف 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 علاش ما نعرف وانا انا كنت ناعس بحال هكا المهم عاود ناعس زويون وانا ندير بحال هكا وانا داك التنين جا كيقشني من داك الخرشف تاعه وانا نوض انا نوض وشي كيقول لي داك حمار اللي غادي يقول لي غادي تمشي غادي تشعل الضو ياك غادي تحل الباب تاع بيتك غادي تحل السرج تاع البيت صافي انايا قلت له ما تكون غير على خاطرك السي الحمار مشيت شعلت الضو حليت الباب هادشي راه كامل كيشوفو خويا باسكو خويا قلت لكم ما كاينش مشيت اسيدي عند السرج ديال اللي كيطلع على برا وكومونسيت هاك ها هو السرج ها راني انا المشكلة هادشي كانت شي 3 تاع الليل ياك هادشي الحومة كاملة فاقت اش من الحومة وجدة كاملة فاقت ومع المشكلة حنايا دارنا جاية ما بعيداش على الحدود غير يمشي من 10 كيلومتر ولا 12 كيلومتر يمكن الصوت ديالي وصل للحدادة كنحسبت لهم بلا فهمتي هادشبك المهم قلت لكم الديور بقاو كيشعلوا بقاو الضوء كيشعلوا وحدة مرة وحدة واللي تحتي اللي يعني دابا انا كنت الفوق في الدوزيام وكاين اللي كان في البروميير وكاين اللي كان في الريد شوسي ياك وخويا كاين معايا هو كيما العاده ما كيزعمش يجي عندي في ديك الحاله الهستيريا تاعي صافي هو بقى بلاصتو كيدير بحال هكا انت ما فاش غادي يجي غادي نضحك وانا تاع تيلمون الصوت كان برا يعني اللي داخل ما سمعوش حتى فات واحد شحال شي 5 سوايع 5 ثواني ولا المهم شي حاجه وشي شي طالع من البروميير شي طالع من الريد شوسي وشي راه شاد الحيط خايف لما نطحن المهم سلط الحابل من النابل حتى ديما انا الدراما ديما خصها تشبك وشي طالع من فوق شي طالع من تحت هو بحال لا سمعوهم جايين بحال لا تشجع باش انه يجي عندي هو يجي عندي دار لي بحال هكا ودورني عنده انا شفت فيه شي 3 سكوند ميم با ونجي تال قدام وجهه ودي صافي هو تما طاح منه النص طاح منه النص كان غادي يموت لي في يدي المهم انا بقيت وجدة كامله فاقت جزائر يمكن حتى هي ظهرا تمسنا تي 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 نمسان جاو عندي الدار بقاو كيسكتو فيا المشكله انايا داكشي دايرو بكامل قوايا العقليه فهمتي زعما ماشي درته وانا ناعس وما باقيش عاقل عليه لا انا ملي كندير داكشي كنبقى عاقل بالضبط بالتفاصيل واش درت واش ما درتش حيت داكشي التفاصيل والاوامر ديال السي الحمار اريسبكتي فهمتي على ليتر بقيت حتى سكتو فيا وسالاو بقيت كنموت بالضحك مليح المهم هادو هما القصص اللي كنت باغي نعاود لكم اليوم اول خطر كنت شفته بنادم ثاني خطر كنت شفته تيني الخطر الجايه ما نش عارف فين عجب غادي يخرج لي عاود المهم السي الحمار الا راك تسمعني خطك غير هاد الليله والليله الجايه وراك تما بغيت نقول لكم حقا بالله اليوم ماشي اليوم زعما في هاد الوقيتة اللي راكم كتفرجوا فيها الفيديو غادي نكون وصلت 10000 ابوني دابا المشكله انا نهار اللي بديت اليوتيوب ما كانش كيحسب لي بلي غادي نوصل 10000 في الساعه ياك داكشي علاش كنت قلت واحد النهار تيقاس داير لايف وكنقول لهم شوفوا راه غادي ملي نوصل 10000 غادي ندير لكم جيف اوي وغادي تربحوا كذا وكذا وكذا علاش كتكذب المشكله جيتوني في واحد الوقيته اللي ما يمكنش امبوسيبل شنو درك عايش بوحدي كنصرف على راسي ماشي كنصرف على راسي عندي واحد المصروف الا مشيت تخرجت منه شي فلوس وتخيل درك انا ندير لكم جيف اوي نقولوا مثلا غادي نخسر فيها غير شي 300 درهم مثلا 200 ولا 300 درهم كاع ما خصنيش ناكل سيمانه عرفتو 300 درهم كنتقدا منها 3 خطرات من البيف يعني واش غادي نخرج في الجورنال هنايا يعني نمشي ندير لكم شي حاجه داكشي علاش غادي تديروا عين ميكا ياك حتى تنكون ساكن في دارنا ياك ما كنصرفش على راسي تما عاد نقد ندير لكم جيف اوي وثيقوا بيا والله يثيقوا بيا ندير لكم تنولي تندي نوصل 100 كاو ونربحكم شي حاجه نربحكم شي فلوس المهم قولوا لي في لي كومونتير واش نتوما ديجا شفتو حمار الليل زعما واش شفتوه كيما انا شفتو زعما واش شفتوه بنادم شفتوه تنين شفتوه شي خرشف يلا باي مبروك عليا 10000 ويلا يلا احتفلوا ب 10000
بين ا سي بين اي. نساوش لايك سبسكرايب وداك الشيء، وشكرا بزاف على 10000 ابوني. I love you. I'm going to be with you. Bye.